حاليا في بطولة العالم الجمباز الفني وبطولة أفريقيا للريشة الطايرة وغيره من البطولات خلال الأيام القادمة. على كل حال خلينا نعرف كل التفاصيل ونتكلم أكتر مع ضيفنا العزيز جدا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل عليك. انت طيب طبعا. طيبه. صباح الفل عليك. صباح الفل على كريم. مبسوط ان انا معاكم النهارده. غيبه اربع خمس شهور كده صح؟ الحمد لله. نور الدنيا كلها حبيبي. طبعا عندنا بطولات كتيره مصر بتنظمها الفتره دي، منها اللي انتهت فعالياتها بالفعل ومنها اللي لسه ما زالت قائمه ومنها اللي لسه يعني ان شاء الله هتحصل في الايام والاسابيع القليله القادمه. تعال نبتدي باللي حاصل دلوقتي. مصر دلوقتي يعني بتستضيف بطوله افريقيا للريشه الطايره. رؤيتك للبطولة دي، حجم المنافسة فيها واصل لفين، منتخبنا ايه ظروفه، الى اي درجة ممكن يعني نعتمد على الفوز اللي هو حققه ووصل من خلاله لدور نصف النهائي، فان شاء الله يبقى لنا اول في النهائي. يمكن هبدأ كلامي النهاردة ان اقول ان مصر في الفترة دي بتستضيف بطولات كتيرة جدا في كل الالعاب، سواء بطولات كاس عالم او بطولة عالم، وده اللي بيحصل دلوقتي لان الوقت العالم كله بيستضيف بطولات بسبب اولمبياد باريس خلاص قرب، في بقى سلسله لكل اتحاد لكل لعبه، في بقى زي سلسله بطولات في دلوقتي مراحل التاهيليه الاخيره لاولمبياد باريس، في لسه بطولات مؤهله لاولمبياد باريس. فمصر خدت الجانب الاكبر من كل البطولات، دي حاجه كويسه جدا طبعا. دي حاجه طبعا كويسه للبلد وفي نفس الوقت كويسه للاعبين ان هم بيلعبوا كمان في ارض مصر، فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا للبلد في البدايه. بطولة افريقيا ريشة الطايرة دلوقتي بتقام طبعا في استاد القاهرة، يمكن منتخب الرجال تأهل نصف النهائي بعد ما كسب اول ماتشين وهيلعب بعد كده في الادوار اللي جاية بعد بداية يعني نص النهائي، وحلمه طبعا او الهدف بتاعه الاكبر ان هو ياخد البطولة عشان المركز الاول سواء في الرجال او السيدات مؤهل لبطولة العالم اللي هتقام في الصين. دي اهم حاجة. وبالنسبة للفردي هيبقى الاهم حاجه ان اللعيبه تاخد مراكز كويسه عشان الرانكينج بتاعهم يعلى عشان برضو يتاهلوا اولمبياد باريس، ده الهدف الاكبر في الفردي، لكن في الفرق بطوله العالم، لكن الهدف الاكبر لاتحاد الريشه الطايره هو المنافسه الفردي عشان نقدر نلعب في اولمبياد باريس او نتاهل، لان كل بطوله بتديك رانك بتاهلك للاولمبياد، بتديك يعني ليفل، فالليفل ده بيوصلك لاولمبياد باريس. احنا على الصعيدين عاملين ايه بقى؟ الصعيد الفردي والصعيد الجماعي. احنا في الرجال في الفرق لحد دلوقتي احنا وصلنا نص النهائي الحمد لله، للاسف منتخب السيدات ودع نصف النهائي بعد ما خسر اول ماتشين، ما كانش ليه الحظ يعني، برضو في ناس لسه صغيره في المنتخب، لسه برضو المنتخب مش يعني مش بالقوه ان هو ياخد البطوله دلوقتي، لكن في منتخبات كمان قويه في البطوله زي مثلا جنوب افريقيا، موريشيوس، اوغندا، نيجيريا، وكمان الجزائر، دول دايما بينافسوا مصر في الريشه الطايره. عندنا ابطال الحمد لله كويسين جدا، عندنا في الرجال احمد صلاح وادهم حاتم، دول طبعا وصلوا نصف النهائي، وعندنا اكتر من لاعب تاني في المنافسات الفردي، فانا شايف ان احنا عندنا فرصه ان شاء الله في منتخب الرجال ان احنا نعمل حاجه ونوصل للنهائي، وان شاء الله نحاول كمان نحقق اللقب ونتاهل بطوله العالم. لكن في الفردي لسه الدنيا مش واضحه قوي في المنافسات سواء في الرجال او السيدات، لان برضو زي ما حضرتك قلت في السيد زي ما قلت لك يعني السيدات لسه في برضو بعض الخبره لسه ناقصه شويه، لكن في الرجال عندنا لعيبه كويسه، فاتمنى ان احنا ناخد في الفردي الميداليات وناخد في كمان في الفرق ونتاهل بطوله العالم، وكمان نحجز او ناخد كمان رانك حلو عشان يفيدنا في البطولات اللي جايه قبل اولمبياد باريس 2024. صحيح. طيب بالنسبة بقى البطولة المفروض ده غدا وهي الخاصة بكأس العالم للجمباز، عايزين نتكلم معك أكتر يعني نفهم تفاصيل، كم عدد الدول المشاركة، عدد اللعيبة، بالمناسبة كمان هيكون في تغطية عالمية وصحافة موجودة عالمية ولا احنا بنتكلم نفسنا في الداخل؟ دي مهمة. يمكن هقول لحضرتك على حاجة، أنا امبارح كنت في الاستاد بطولة الريشة وبعد كده رحت الجمباز اتفرجت على البروفات والحاجات اللي بتحصل. البطولة عالمية يعني كل سنة بطولة الجمباز بتبقى أحلى من اللي قبلها. كأس العالم للجمباز الفني ده المرة دي هو السلسلة قبل الأخيرة قبل اولمبياد باريس. يعني بالمناسبه ايه يعني الجمباز الفني برضو ممكن الناس تتلخبط يعني يختلط عليها الامر، الجمباز ليه تفريعات مختلفه. طبعا في جمباز الجمباز الفني اللي هو تحديدا ايه بقى؟ في جمباز وفي جمباز فني وجمباز ايقاعي. الجمباز الفني ده اللي هو الارضي والمتوازي وحصان الحلق هو كذا بيبقى كذا جهاز، فهي طبعا بتختلف في كل يعني في كل جمباز ليه حاجات، والجمباز الايروبيك بطولته المستقله. بالظبط طبعا. تمام. اكيد. بس البطوله دي جمباز فني، كاس العالم الجمباز الفني، ودي السلسله قبل الاخيره مؤهله لاولمبياد باريس. طبعا دي اكبر بطوله في تاريخ الجمباز الفني هيشارك فيها عدد دول وعدد لعيبه. دي ثالث مره اظن مصر دي ثالث مره على التوالي، لكن البطوله دي بقى بالذات اكتر عدد دول واكتر عدد لعيبه مشارك فيها. ليه بقى؟ لانها قبل الاولمبياد على طول. كله عاوز يحجز مقاعد لاولمبياد باريس وكله عاوز كمان ياخد الرانك ويعلي نفسه قبل البطوله اللي جايه. البطوله الاخيره معناها ان المنافسه هتبقى ولعه جدا. انا عايز اقول لحضرتك البطوله دي فيها 70 دوله مشارك فيها اكتر من 293 لاعب ولاعيبه من كل دول العالم اللي هم 70 دوله طبعا، مشارك فيها ابطال عالميين واولمبيين اللي هيلعبوا اللي لعبوا في طوكيو واللي لعبوا في ريو دي جانيرو واللي هيلعبوا في باريس. في ناس طبعا اتاهلت قبل ما تيجي هنا وفي ناس جايه تتاهل، عشان كده البطوله دي مهمه جدا، ونتمنى ان منتخب مصر
يقدر كمان يحقق حاجات فيها كويسة ويقدر يحجز مقاعد لأولمبياد باريس، لأن أنا شايف أن الجمباز بيتطور جدا في مصر عن السنين اللي فاتت. أنا شايف آخر سنتين الجمباز في حتة كويسة وده ما كانش موجود قبل كده. طبعا ده بيرجع لمجلس إدارة بقيادة الدكتور إيهاب أمين لأنه بيهتم جدا باللعبة. اللي عايز أروح لك أن الافتتاح هيبقى تاريخي، الافتتاح هيبقى تاريخي. أنا بقول لحضرتك لأن أولا اللعبة الوحيدة اللي الافتتاح بتاعها في كاس العالم او التوت العالم اللي بيحضروا ناس من اسس اللعبه بعدد كبير، يعني انا بتوقع ان الافتتاح ممكن يكون فيه 15 او 20 الف في استاد القاهره في صاله مغطاه اللي هي الرئيسيه. حلو جدا، ودي حاجه كويسه طبعا. ده غير العروض الفنيه والاكاديميات اللي هيشاركوا في بطوله، طبعا الموسيقار العالمي اللي هو هشام خرمه، وطبعا في حاجات كتيره جدا معموله ومتحضره. انا شايف ان البطوله هتبقى كويسه جدا ومهمه، وطبعا الاولوكات العالميه الاجنبيه والقنوات الاجنبيه اللي جايه تغطي لانها كويس. حدث عالمي مؤهل لاولمبياد وفي ابطال عالميين واولمبيين نجوم الرياضه. النجوم الجايين من اللي هم كانوا يعني ابطال زمان دول من مصر فقط ولا من العالم؟ عملتوا دعوات كمان للعالم يعني؟ اتعمل دعوات كل دول العالم، الاتحاد الدولي طبعا لان الاتحاد الدولي هو المشرف على البطوله. حتى اللايف ستريم بتاع البطوله هو اللي هيدي الاشاره لكل القنوات وهو اللي هيعمل كل حاجه. فطبعا في وحده، انا امبارح اتفرجت على البروفات، كان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه برده موجود، والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري ونائب الرئيس الاتحاد الدولي يعني والاتحاد الافريقي كمان. فانا شفت الناس كتير جدا مهتمه جدا بالتفاصيل. شفت امبارح الاولاد موجودين في الصاله لحد الساعه 10 بالليل بيتمرنوا على الافتتاح وعلى الحفلات. لا فانا شايف بطوله حلوه، وكمان البطوله بيبقى فيها منافسه كبيره جدا. طب انت جبت منين الثقه بتاعت ان انت بتقول ان شاء الله هيحضر حفل الافتتاح ده اكتر من 20,000؟ احنا بنتكلم على الرياضه برضو اكيد، يعني لو هنقارن شعبيتها بشعبيه كره القدم انت عارف الحال اللي عامل ازاي. فبناء على ايه حاسس ان الرقم هيوصل لان انا حضرت بطولات الجمباز اخر 3 سنين مع الاتحاد الجمباز، بالذات كاس العالم وبطولات العالم، وعرفت من الاتحاد ان الدعوه اللي جايه للاكاديميات واللاعبين اللي موجودين واسر اللعيبه والناس اللي جايه من بره العدد اللي هيوصل 15 او 20,000. فده من الاتحاد الجمباز نفسه من خلال كمان رؤيتي ومن خلال طبعا المصادر اللي احنا وصلنا لها يعني في البطوله. وطبعا من خلال التحضيرات اللي انا شفتها، التحضيرات كبيره جدا، ودايما لعبه الجمباز في مصر ليها جمهورها زي لعبه كره اليد ليها جمهورها. حضرتك شفت طبعا توتو افريقيا الكره اليد الاخيره كان فيها جمهور قد ايه؟ طبعا يعني كان مالي الصاله. ده هيحصل في الجمباز في الافتتاح. طب احنا الوضع بتاعنا رياضيا بالنسبه للجمباز، احنا رانكينج بتاعنا ايه؟ عدد الابطال بتوعنا اللي حصلوا على اي ميداليات ذهبيه قبل كده؟ يعني خلينا نعرف منك برضو تاريخنا في هذه الرياضه، لان هي رياضه مش حديثه، هي قديمه جدا برضو. احنا يعني انا ممكن اقول لحضرتك، ممكن اقول لك ابطالنا، يعني لو نتكلم على الانجازات، في ناس ممكن تكون زي احمد المراغي، ده خد ميداليه تاريخيه لمنتخب مصر في كاس العالم للجمباز قبل كده، وده كان من قريب، كان من سنه تقريبا، فهو برده بطل مشرف. عندنا عمر العربي لاعب قبل كده في الاولمبياد، وعندنا نانسي طمان برده بطله تاريخيه وبطله مهمه لمنتخب مصر. عندنا طبعا البطل بتاعهم بقى كلهم او الكابتن بتاعهم علي زهران، ده من اهم لعيبه مصر في الجمباز ولعيب مهم جدا. عندنا طبعا جنى عبد السلام، بس دي كلها اجيال جديده. انا كمان زمان كان الاسماء مين مثلا؟ يعني مش متذكر.